هاد الظاهرة الخطيرة، واخا هي ظاهرة وكل واحد عنده فيها نظر وحر يدير داكشي اللي بغى، ولكن بالنسبة لي أنا تنقول أن هاد الظاهرة هادي أنا ضدها جملة وتفصيلا، ولكن هذا لا يعني أنني أقدح وكنطعن في هاد الناس، لا، ولكن كل واحد حر في حياته. إنما هذا تنبيه أنا غادي نقوله وفق داكشي اللي تنشوف، وفق المنظور الشخصي ديالي. هاد القضية هي ديال العيالات المزوجات، خاصة وسطروا على المزوجات اللي تيديروا القنوات في مواقع التواصل الاجتماعي باسم روتين اليومي ومشاركة التفاصيل اليومية ديالها، ولكن إلا قرينا ما بين السطور فيها غادي نلقاو أن هادشي كيعني الدعارة، وكيعني الخروج عن المألوف، وكذلك الترويج للدعارة وممارستها، وإن افتراضيا أو وإن بشكل غير مباشر. هذا رأيي الشخصي، لا ألزم به أحد. إلى اللقاء.